السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنشرح السيوج نتورك ديزاين. هنبدا ان احنا نشرح ازاي نخطط شبكه للصرف وازاي نعمل ديزاين لسيور بايب لاين. وبعد ما نخلص السيور بايب لاين ديزاين هناخد مثال عليه، وبرده هناخد مثال ازاي نصمم فورس مين وبامب. هنبدأ بتعريف بسيط للسيوج سيستم. السيوج سيستم اللي هي المية الصرف الصحي. المية دي جاية لنا منين؟ ان بعد ما الناس استهلكت المية بتاعت الشبكة، بعد ما عملنا ووصلنا المية طريق شبكات المية للبيوت والمصانع والفنادق، الناس استهلكوها نتج عنهم بقى اللي هو السيوج سيستم. طيب انا عندي الووتر سبلاي، الناس استخدمت المية، بقى فيه سيوج، بقى فيه كوليكشن، بعد كده تريتمنت وديسبوزل. تريتمنت وديسبوزل دي احنا هندرسها ان شاء الله في سنة رابعة، هيدخل رابع اشغال، لكن دلوقتي احنا مهتمين بالكوليكشن. انواع شبكات الصرف. المين كومبوننت من السيور سيوج سيستم، اول حاجه البايبنج. البايبنج اللي هو المواسير بتاعتي، المواسير بتاعتي الميه بتاعه الصرف الصحي بتبقى ماشيه في المواسير اندر جرافيتي، يعني ان احنا بتبقى الماسوره بتتجه من المستوى الاعلى للمستوى الاقل، وده بنعرفه عن طريق خطوط الكونتور او الليفلز اللي موجوده عندك في اللوحه. حتى لو الارض الطبيعيه بتعلى معايا، برضو الماسوره بتبقى ماشيه اندر جرافيتي، يعني المستوى الاعلى للمستوى الاقل، بحيث ان هي عمق الردم فوق الماسوره بيبقى من 6 ل 7 متر، ما يزيدش عن 7 متر. طيب المواسير بتبقى بارشلي فول، يعني ما بتبقاش مليانه لغايه الاخر، بيبقى نسبه الامتلاء فيها 3 ل 4، يعني 75%، عشان ميه الصرف الصحي بتبقى فيها مواد عضويه، فاحنا عاوزين يبقى موجود فيها هواء، عشان المواد العضويه دي لو اتفعلت البكتيريا واتغذت على المواد العضويه في جو ما فيهوش هواء وما فيهوش اكسجين، هيبقى تفاعل لا هوائي وهينتج عنه غازات وروائح كريهه، وممكن ان هو يحصل انفجار في المواسير، فعشان كده ان احنا بنعملها بارشلي فول. بعد كده المطابق اللي هي المانهول. المانهول دي بتكون فتحات كده رأسية بتوصل ما بين سطح الارض لغاية الماسورة، وبتبقى هدفها ان احنا بنسلك تسليك وصيانة المواسير، عشان كده ان هي بتبقى على كل مسافات، بتعتمد المسافات بتاعتها على القطر بتاع الماسورة. يبقى انا عندي هم مانهول. بعد كده هي دي سيور بايب لاين، ان هي بتبقى من المستوى الاعلى للمستوى الاقل. المنسوب بتاع التوب بتاع الماسوره بنسميه كراون، والبوتوم بنسميه انفرت ليفل، ودي الاس اللي هي ميل الميه داخل الماسوره، واللي هو الفاي اللي هو قطر الماسوره. طيب اللوكيشن اوف مان هولز، يعني بنحط المان هول ده فين؟ اول حاجه وانت بتخطط زي ما احنا قلنا ان احنا هنحط المواسير في كل الشوارع، بحيث ان احنا نتاكد ان المدينه كلها مخدومه بمواسير الصرف الصحي، يعني كل بيت وكل فيلا موجوده عندك في المدينه تبقى مخدومه. طيب المواسير خلاص مشيناها في جميع الشوارع. طيب المانهول هتبقى موجودة فين؟ في بداية السيور بايب لاين، يعني في بداية الماسورة. لو انا عندي انترسكشن في داخل له اكتر من ماسورة، برضو بحط مانهول. بعد كده عند التشينج بتاع السلوب بتاع السيور، يعني انا لو عندي ماسورة داخلة بميل معين وبعد كده حصل كسر في الماسورة بميل اخر، هنحط برضو مانهول. ولو حصل تشينج في الدايمتر نتيجة ان هنا مثلا في الماسورة دي كان بيخدم عدد سكان اقل او اكتر، فالفاي اتغيرت، فعشان كده بنحط برضو المان هول، عشان حصل اختلاف في العمق الماسورة او قطر الماسورة. طيب برضو على حسب القطر، الكود بيحدد لي المسافات، يعني انا مثلا لو عندي الفاي 200 مليمتر، السبيسنج ما بين المان هول بتبقى 30 متر. اي دي رسمة مبسطة، فيها هنا الجراوند ليفل، بعد كده دي الماسورة، قلنا التوب اوف بايب بنسميه كراون ليفل، والبوتوم بتاع البايب بنسميه انفرت ليفل، وده بنسميه الفاي. عندي الكفر، لازم الماسورة تبقى عليها كفر، يعني ردم بيبقى من 1.2 ل1.5 متر، ما ينفعش ان العربيات تعدي على الماسورة دايركت على طول، فعشان كده بنحط ردم عشان حمل العربيات يتوزع على الماسوره. ده اسمه الكات ديبس، يعني لما بنيجي ننفذ بنحفر كل الديبس ده من اول الجراوند ليفل لغايه الانفرت ليفل، وبعد كده نحط الماسوره وبعد كده بنردم فوقيها. طيب الديزاين اوف سيور بايب لاين، عشان نعمل ديزاين اول حاجه لازم يبقى معانا الكيو. طيب السيوج فلو
احنا كان ال Q في المية، ال Q بتساوي ال Population في ال Water Consumption. ال Population احنا هنعرفه عن طريق المساحة اللي بتخدمها الماسورة. يعني احنا عندنا المشروع، هتشوف الماسورة دي بتخدم يمينها وشمالها مساحة قد ايه، وتقسمها على المساحة الكلية للمدينة، فانت كده هتعرف نسبة عدد السكان، تضرب نسبة عدد السكان في العدد السكاني الكلي، فبقى عندك السكشن ده او الماسورة دي بتخدم عدد سكان قد ايه. طيب استهلاك الفرد بقى، او مش استهلاك الفرد، السيوج فلو اللي ناتج عن الفرد الواحد، بيبقى من 0.8 ل 0.9 في الووتر كونسامشن. يعني لو الووتر كونسامشن عندك في المشروع 200 لتر بير كابيتا بير يوم بير دي، فعندك السيوج فلو هيبقى 0.8 من ال 200، هيبقى 160 لتر بير كابيتا بير ايه بير دي. الكيو افريج بيبقى السيوج فلو في البوبوليشن. طيب بنحسب حاجتين او بنعمل ديزاين على حاجتين، كيو ماكسيمم وكيو مينيمم. الكيو ماكسيمم هتبقى كي ماكسيمم في الكيو افريج، وكيو مينيمم هتبقى كي مينيمم في الكيو افريج. الكي ماكسيمم ليها قانونين زي ما موجود عندك في المحاضرات، اللي هي 1 زائد 14 مقسومه على بي جذر 4 جذر البي. البي اللي هي البوبوليشن، القانون ده بنستخدمه في حاله ان البوبوليشن اقل من 1000 كابيتا، والقانون الثاني بنستخدمه لو البوبوليشن اكتر من 1000 كابيتا. الكي مينيموم اللي هي 0.2 في البي اس خمس، وهنا البوبوليشن بنعوض عنها بالالافات. طيب عشان نقول ان احنا عملنا ديزاين دي سيور بايب لاين، يبقى لازم عندي الكيو، عندي الفاي، عندي الاس اللي هي السلوب بتاع الماسوره، والفي اللي هي الفيلوسيتي بتاعت الميه في الماسوره. والفيلوسيتي بتبقى من 0.6 ل1.5، 0.6 اللي هي متر على الثانية، 1.5 متر على الثانية، ما تقلش عن 0.6 عشان ما يحصلش ترسبات في المواسير، وما تزيدش عن 1.5 عشان ما يحصلش نحر في المواسير. طيب الـ steps of design بتاعة السيور بايب لاين، عندي 2 شرط زي ما موجود عندكم في المشروع، موجود عندنا في المحاضرات. الشرط اللي هي الاولانيه اللي احنا رمزنا لها بشرط 1، دي بيبقى فيها 4 مجاهيل. على الافقي بيبقى عندي الكيو بوحده اللتر بير سكند، الراسي اللي هي الاس اللي هي الميل بتبقى متر على المتر يعني في الالف. بعد كده بيبقى عندي خطوط مايله V1 و V2 و V3، والناحيه الثانيه بيبقى خطوط مايله في الاتجاه الاخر اللي هي 5. فانا عندي 4 ايه 4 مجاهيل. الشرط دي عشان نقدر ندخل بيها، لازم اي قيمه انت هتدخل بيها، يعني انت لو هتدخل بالكيو والفي مثلا، لازم يبقى كيو فول وفي فول. لو هتدخل بالكيو والاس، يبقى برضو كيو فول واس فول. يبقى اي قيمه من القيم دي لازم تبقى كيو فول، فاي فول، اس فول، في فول. لكن احنا قلنا في بدايه المحاضره ان احنا الحقيقه او الواقع الاكشوال ان السيور بايب لاين ما بتبقاش مليانه على الاخر، بتبقى بارشلي فول. فالتشارت 2 دي فايدتها ان انت بتحول من بارشلي فول لفول، بتحول القيم اللي عندك اللي هي كيو ماكسيمم وكيو مينيمم اللي هم يعتبروا بارشلي فول لقيم فول، عشان تقدر تدخل بيهم في التشارت الثانيه. بندخل بحاجتين معلومين وبنطلع بمجهولين من التشارت. طيب الخطوات بتاعتي، اول حاجه ان احنا اول ما ندخل في المساله او المشروع عندك، انت هيبقى عندك مثلا الخط الاولاني، هتشوفه هو بيخدم مساحه قد ايه يمينه وشماله، وهل هو بيخدم من اليمين بس ولا الشمال بس. هتشوف الاريا اللي هو بيخدمها وهتقسمها على الاريا بتاعه المشروع ككل، هتجيب كده النسبه دي بتاعه البوبوليشن، هتضربها في البوبوليشن توتال بتاعه المدينه كلها، فبقى عندك البوبوليشن. تضربه في السيوج فلو للفرد الواحد، جبت الكيو افريج. بعد ما جبت الكيو افريج، هنحسب الكيو ماكسيموم والكيو مينيموم. تاني حاجة هنفرض اسيوم ان كيو ماكسيموم على كيو فول 3 على 4، اللي هي 75%. الكيو ماكسيموم اصلا اوريدي عندك، فمنها هتجيب الكيو ايه فول. تالت خطوة هتفرض او كيو انت بقى معاك كيو مينيموم وكيو فول، هتدخل بيها فيها في الشارت 2 كيو مينيموم على الكيو فول، تروح الكيو مينيموم على كيو فول، تقطع الخط اللي هو بتاع الايه الفي مينيموم على الفي فول. طلعت من الشارت في مينيموم على الفي فول، هتاسيوم ان الفي مينيموم ب 0.6 متر على السكند، هتطلع الفي فول. فبقى عندك معلومتين اهم، فول اللي كيو فول وفي فول. ندخل في شارت 1 بالكيو فول على الافقي والفي فول، نشوف انهي خط من الخطوط دول الفي بتاعتنا، وبعد كده نطلع من الكيو رأس لغاية ما نخبط في الفي، هنطلع بالاس.
وهنشوف الفاي بايه بكام. فبقى عندي الاس بالمتر على المتر يعني 1 في 1000، واللي هي الدي اللي هي الدايمتر اللي هو بالانش، بيبقى بديت الانش. طيب لو هناخد مثال هنا للديزاين، انا عندي مثال مبسط خالص، عندي مين سيور بايب لاين واحد، وهنا سب مين ومين سيور 2، وبعد كده بعد ما جمعوا في المين سيور 2 دول هيبقى في البامب ستيشن. بعد البامب ستيشن احنا قلنا طبعا كل الحاجات دي اندر جرافيتي، فالميه ماشيه بالجاذبيه الارضيه من المستوى الاعلى للمستوى الاقل. بعد كده جمعت في المين سيور 2، وبعد كده اتجمعت في البياره، وبعد كده في البامب ستيشن، البياره بتاعت البامب ستيشن، وبعد كده خرجت الميه مضغوطه بالفورس مين. الفورس مين ده هو الخط الوحيد او الماسوره الوحيده اللي بتبقى مضغوطه في الشبكه بتاعت الصرف الصحي، وبعد كده اللي هي بنوديها للويست ووتر تريتمنت ايه بلاند. طبعا الويست ووتر تريتمنت بلاند دي بيبقى مستواها اعلى من المستوى ده، لان احنا اعلى من المستوى بتاع البامب ستيشن او البياره، لان احنا طبعا ماشيين اندر جرافيتي كل ده، فقاعدين نحفر في الارض نحفر في الارض لغايه ما وصلنا المنسوب قليل، لكن ده بيبقى في منسوب الايه الجراوند ليفل عادي او فوقيه. طيب احنا هنصمم هنا اللي هي المين سيور 1، وهنرسم بروفايل لمين سيور 1، وانتوا هتكرروا يعني هو انتوا هتعملوا نفس التكرار ده في المشروع بتاعكم. طيب هنا الجيفن المينيمم كفر ابوف الكراون اوف اني سيور، يعني اي كفر اللي هو عمق الردم اللي انت هتعمله فوق اي خط من خطوط الصرف ما تقلش عن متر وربع. الكيو ماكسيموم هو هنا انا مديها لكم جيفن، بس المفروض انتوا في المشروع بتاعكم هتحسبوها بالطريقه اللي احنا لسه ذاكرينها في الفيديو. الكيو ماكسيموم عند المان هول 1 ب 500 لتر بير سكند، وكيو مينيموم ب 200 لتر بير سكند، والجراوند ليفل عند المان هول 1 دي ب 80، والجراوند ليفل عند مان هول 2 ب 78.5 متر. الليفلز دي طبعا انتوا هتعرفوها من الكونتورز او الليفلز بتاعت الشوارع اللي هي جيفن عندكم في المشروع. بعد كده اللينس اوف مين سيور ب 300 متر. احنا هندخل اول حاجه عندنا كيو ماكسيمم ب 500 لتر بير سكند، الكيو مينيمم ب 200 لتر بير سكند، واللينس ب 300 متر. قلنا اول خطوه ان احنا بنفرض ان كيو ماكسيمم على كيو فول ب 3 على 4. احنا عندنا كيو ماكسيمم ب 500، هنجيب من المعادله دي كيو فول طلعت ب 666.7 لتر على السكند. تاني خطوة الكيو مينيمم على الكيو فول، عندنا كيو مينيمم ب 200 والكيو فول ب 666.7 يعني 0.3. هندخل في شرط 2 بقيمة الكيو مينيمم على الكيو فول، هنطلع الفي مينيمم على الفي فول طلعت ب 0.74. هنأسيوم ان الفي مينيمم ب 0.6، نطلع الفي فول 0.82. في الشرط 1 بقى معانا الكيو فول اللي هي 666.7 لتر على السكند، والفي فول ب 0.82 متر على السكند. هندخل في شرط 1 هنطلع الفاي تطلع ب 36 انش اللي هي ب 91 سنتي يعني حوالي اللي هي 900 ملي، والاس 1.3 في الالف. طيب البروفايل بتاعنا بنرسمه ازاي؟ انا عندي اهو الخط بتاعي، عندي مان هول 1 كانت جيفن ب 80 الليفل بتاعها الجراوند ليفل ب 80، والمان هول 2 ب 79.5. غيروها في السلايد اللي قبلها معلش، بدل 78.5 هناخدها 79.5. البروفايل وهي البايب، وده المتر وربع اللي هو الردم اللي احنا ما نقلش عنه. طيب احنا عندنا البروفايل السكيل الافقي بيبقى بواحد لألف، الواحد لألف يعني كل واحد سنتي انت هترسمه على الرسمة بتاعتك اكويفلنت لعشرة متر. يعني انا لو عندي ماسورة مثلا طولها 100 متر، يبقى انت هتمثلها عندك على الافقي بايه؟ بعشرة سنتي. تمام. اول باندا، اول حاجة عندي في الباندا اللي تحت ده بنسميه باندا، اول حاجة اللي هي الجراوند ليفل، جراوند ليفل بتاع المانهول عندي ده 80 وده 79.5. الانفرت ليفل، الانفرت ليفل 1 ده هنجيبه منين؟ هيبقى الجراوند ليفل ناقص عمق الردم اللي هو 1.25. هو قال لنا في المساله هنا او في المثال ان احنا ما نقلش عمق الردم او الكفر عن 1.25، انتوا هتاخدوه برده كده ان هو لان هو قيمته في الكود من 1.2 ل1.5، وبنطرح منه قطر الماسوره فبنجيب الانفرت ليفل طلع هنا ب 77.48.
الثانيه، ده الانفرت ليفل. عاوزين الانفرت ليفل اللي موجود عند مين هول 2، هيبقى الانفرت ليفل 1 اللي هو 77.48 ناقص الاس في ال الاس اللي هو الميل الماسوره اللي هو 1.3 في ال1000، وال اللي هو طول الماسوره. طول الماسوره عندي هنا دي 300 ايه 300 متر. يبقى اول حاجه في البند كانت الاستيشن اللي هو بنبدأ من الزيرو، وبعد كده بنمشي يعني هيبقى طولها ليه 300. لو الخط مكمل هيبقى عندي بنحط الداتا دي عند كل منهول، فهنا مثلا هيبقى زيرو، هنا 300، لو بعديه خط كمان 200 هيبقى 500، وهكذا. وهنكتب الجراوند ليفل بتاع كل مين هول، والانفرت ليفل هنحسبه كده. بعد كده بيبقى عندي الفاي والاس. الفاي هنا 36 انش، لو عندي مثلا الماسوره اللي بعدها كانت 40 32، بس هي طبعا منطقي هتبقى 40 اكبر لان هو بيبقى تجميعي. والاس لو برضو اتغيرت. الديبس اوف كات هي المسافة ما بين الجراوند ليفل بتاع المان هول وناقص الانفرت ليفل. قلنا ان الهوريزونتال سكيل بيبقى 1 لـ1000، لكن الفيرتيكال سكيل بيبقى 1 لـ100، يعني كل 1 سنتي بيبقى 1 متر. طيب بعد كده عاوزين، بعد ما صممنا كل المواسير اللي موجودة في كل المواسير اللي موجودة عندي في الشبكة بالطريقة اللي قلناها في السلايد اللي قبلها، عاوزين اخر حاجة ان احنا نعمل ديزاين للفورس مين وللبمب ستيشن. بتشوف اخر اللي هو المين سيور بايب لاين الانفرت ليفل بتاعه كام. احنا عاوزين نجيب الاول الديزاين بتاع الفورس مين. الكيو اللي هتمر في الفورس مين هي الكيو المتجمعة من المدينة كلها بتاعة المواسير فور اول نتورك. هنأسيوم مثلا ان انا عندي في المثال بتاعي او في اي حد فيكم طلعه ب 650 لتر بير سكند، يعني هيبقى ب 0.65 متر على السكند. هنفرض ان عندي ماسورة واحدة اللي هي الفورس مين والفي بتاعتها ب 1 متر على السكند. هنطبق القانون اللي هو بيبقى بيساوي كيو بتساوي الاي في الفي. الفي ب 1 متر على السكند هنطلع الاي، هتطلع ب 0.9 متر يعني ب 900 ملي. فكده احنا عملنا ديزاين للفورس مين. طيب انا عاوزه دلوقتي اعمل ديزاين للبمب ستيشن. البمب ستيشن دي زي اي بمب احنا كنا بنعمل لها ديزاين. عشان نقول ان احنا عملنا ديزاين للبمب كنا بنبقى عاوزين نحسب الكيو بتاعتها، الان وركينج، الان ستاند باي، الان توتال، والهيد بتاعها. هنا البمب او البياره بتاعتي داخل لها اللي هو المين سيور بايب لاين اللي هو جمع فيه كل الصرف بتاع المدينه. بنجيب الانفرت ليفل بتاعه، ومفروض ان احنا هننزل منه نص متر اللي هو الفري بورد، وبعد كده بيبقى عمق التخزين مثلا من 2 لـ3 متر، وبيبقى عندي الايه البامب، وده الجراوند ليفل بتاعها بتاع البامب. وبعد كده الفورس مين بيطلع الويست ووتر تريتمنت بلانت. هنا ده الجراوند ليفل بتاع الويست ووتر زائد 7 متر اللي هو كأننا هنملى اول خزان في الويست ووتر تريتمنت بلانت اللي هو مثلا السيدمنتيشن تانك. يبقى احنا عشان نعمل ديزاين للبمب ستيشن هنبقى عاوزين الكيو، الان وركينج، الان ستاند باي، ان توتال، الاتش، الهورس باور. هنا احنا بنعتبر نعمل اسيوم ان الريت اوف بامبنج 125% من الانكومنج فلو. يعني انت لو عندك الانكومنج فلو اللي جاي لك من المدينه كلها ب 650 لتر بير سكند، انت هتضربه في 1.25 كفاكتور اوف سيفتي يعني. فطلع كيو ماكسيموم 812.5 لتر بير سكند، والكيو مينيموم 312.5 لتر بير سكند. في الماكسيموم هنستخدم ان وركينج 3 × 350، وفي الستاند باي هتبقى 1 × 300، في المينيموم هتبقى 1 × 350. نعرفين ان الاند ستاند باي بتبقى اقل حاجه 2، يبقى 2 × 350، يبقى التوتال هيبقى 5 × 350. هنعمل التشيك ان الان وركينج الان ستاند باي بتبقى من 50 لـ150%، طبعا سيف. لو حد طبعا حط قيم اخرى او افترض قيم اخرى وطلعت في الرينج ده اقل من 1.5 لـ150، طبعا هتبقى ارخص وافضل مور ايكونوميك. ده كان الكيو. طيب عاوزين الاتش بقى، الاتش بتاعت البامب اللي هي الاتش ستاتيك زائد الاتش دايناميك. الاتش ستاتيك احنا بنوصل الميه منين لفين؟ بنوصلها من اقل نقطه في البياره لغايه الخزان ما نملاه.
يبقى عاوزين نجيب المنسوب بتاع اقل نقطة في البيارة، هيبقى الانفرت ليفل 3 اللي هو كان الانفرت ليفل بتاع المين سيور بايب لاين اللي داخل على البيارة ناقص الفري بورد اللي احنا قلنا من نص الواحد متر، انا خدته نص متر، ناقص الدبس اوف ستورج اللي هو هنفرده ب2 متر، فطلعت انت الليفل بتاع البوتوم بتاع البامب ستيشن. بعد كده الاتش استاتيك هيبقى الجراوند ليفل عند السيويج ووتر تريتمنت بلان زائد السبعة متر بتوع الخزان ناقص الليفل اوف بوتوم اوف بامب ستيشن، هيطلع الاتش استاتيك ب 12 و 12.6 متر. الاتش لوسز، اللوسز اللي حصلت في الفورس مين اللي احنا هنطبق فيها القانون بتاعنا 4 اف ال في تربيع على 2 جي فاي طلعت ب 1.8. الاتش توتال هيبقى الاتش استاتيك زائد الاتش دايناميك وضربناه في 1.1 عشان الماينور لوسز. بعد كده هنطبق اللي هو القانون بتاع الهورس باور عشان نطلع الهورس باور بتاع البامب ستيشن. طيب ده اكزامبل شبه الشبكة بتاعتكم، ده احنا خططنا عشان الناس كان متلخبطة بس ان احنا نحسب كل خط البوبيليشن بتاعته ازاي. انا مثلا الخط ده على بخدم على يمينه، نتخيل ان على يمينه وعلى شماله بيوت مثلا او مباني، فانت هتشوف المساحة دي كام والمساحة دي كام، طلعت مثلا 1.5 هكتار وانا عندي المدينة كلها 10 هكتار، تمام؟ هتقسم 1.5 على 10 فهيطلع لك نسبة، النسبة دي هتضربها في البوبيوليشن توتال هتطلع لك البوبيوليشن اللي بيخدمه الخط ايه ده. وبعد كده هنا كان افريج ووتر كونسومشن ب 220 هنضربه في 0.8 عشان نطلع السيوج ايه فلو. طيب معلومة عندي، احنا قلنا زي ما قلنا الصرف الصحي في يعني بتتحرك بالجاذبية وبنفضل نجمع فيها لغاية ما توصل لاخر حاجة اللي هي البامب ايه البامب ستيشن. السكشن اللي احنا بناخده في كل ماسوره مش زي الميه، لا هنا الماسوره الواحده بناخد فيها سكشن واحد وبيبقى في نهايه الماسوره، نهايه ماسوره يعني عندي 2 واحد دي هناخد في نهايه الماسوره، 3 واحد هتبقى في نهايه الماسوره، نيجي عند اللي هو 4 واحد الخط 4 واحد هناخد في نهايه الماسوره قبل المنهول. الكيو اللي هتبقى داخله له هتبقى كيو 2 واحد وكيو 3 واحد زائد كيو 1 4، كل ايه كل الكيوهات دي هتبقى داخله له. شوف بقى انتوا هتعملوا حاجه زي كده شبه الجدول ده، ممكن تعملوا واحده مانيوال وتكملوا بالاكسل عادي. يبقى كل لاين الاريا اللي هو بيخدمها، نسبه البوبيوليشن اللي هو بيخدمها، والسيوج فلو، بعد كده كيو افريج اللي هي السيوج فلو في البوبيوليشن، بعد كده كيو ماكسيمم ان انتوا هتضربوا الكي ماكسيمم في كيو افريج، وكيو مينيمم اللي هي الكي مينيمم في الكيو افريج، وبرده تشوف كل خط كيو ماكس المسمم بتاعته بكام وكيو مينيموم دي كام. هنا بيقولك ملحوظة ان الخط 4 7 بيجمع من 5 4 1 4 و 6 4 و 4 7 ايه